كورس ولا مازال؟ مازال ريجيستر تاعي جديد مازال يخصني الناس انا ما وصلت لها. هاي شوف انتم بما انكم عندكم سبيلات النهار ما توجد الناس ان شاء الله تاعك توجه للديوان تاع الحقوق. اكيد هاي ريجيستر عندي تاع روحي انت سقسي. معليش هذه تخص درجات الحفظ المواد كما قلنا المكونات البحريه الجنوب المغربيه. سلسله تبريد يعني مش واحد يروح في الليل فرد الحنوت تاعه يجبد البريزه تاع الفريجيدير ويروح. هذه ممنوع من عباده لان ما توجد عندك الفريجيدير ياورت كما يقولوا احنا الاجبان الزبده الاخر مايونيز هذه السلعه اللي باك راح تكاثر فيها الجرافين دير تريسيتي ناحيه تريسيتي ما تصلحش. هذه حدود الصمومات الغذائيه كما نقولوا متصله شكرا سيدي. سيدي مقر تاع المفتشيه فيما يخص عدم احترام شروط الحفظ يعني لقينا 17 لقينا ما مفوتش 15 نحي الساعه تاعي من الطريق انا سينو انا كنعيط لهم فرمينو ب 60 يوم. نسيت انا السؤال هو انت عندك الحبوب ولا ما عندك؟ الحبوب وقت الحاجه ما عندناش. والسبب؟ السبب تروح للدولة قلبتها عند الوايس هذا اللي يجيبوا فيها. تروح ليه يقول لك روح دير دوسي وتروح تهز من باتنا. عطينا وراه هم بنات تاعهم وين؟ ريسيبي سي وراه. البيض هذا لازم نمو هاو عندك في الفريكو عندك مشكلة حطو في الفريكو وكي طيب هذا سبحانه شوف البيض هذا هو نمو ستة هذا الاحتراف بموجب الصلاحيات المخولة لنا القانون قمنا بتاريخ 17/8/2023 يوم الخميس نحن أعوان الرقابة المفتشين الإقليمية للتجارة بأمريكا بتنظيم خرجة ميدانية رفقة وسائل الإعلام المعتمدة حيث تمحورت عملية التحسيس والرقابة على محاور متمثلة في معاينة شروط حفظ وعرض السلع السريعة التلف الأجبان والمواد السريعة التلف كذلك معاينة السلع المعروضة للبيع من حيث مدى توفرها على البيانات الإجمالية للوسم خصوصا في فصل الصيف أين نسجل حدوث العديد من التسممات الغذائية
للقضاء على هذه الظاهرة نقوم بتنظيم خراجات ميدانية تفتيشية بصفة شبه يومية تتمثل في جانب ردعي، جانب تحسيسي، جانب توعوي. يتم التركيز في هذه الجوانب على القطاعات التي تقدم خدمات متمثلة في محلات الإطعام السريع، محلات الإطعام الكامل، محلات البيتزا، محلات تحضير الحلويات والمرطبات، المخابز، المقاهي والسوبرات ومحلات التغذية العامة، بالإضافة إلى مراقبة شروط الحفظ وسلسلة التبريد.